ليش بتبكي؟ بتبكي يعني ما ابكي؟ ما هو من قبل الحرب فلك بدها تاخذه معها. مسكينك ابو مازن، 20 سنة متشرده هي بعد هيك اخذ غربه فوق غربه. ابو مازن نوع من الرجال اللي ما بيقدر يعيش برات فلسطين، ما بيقدر يشم الا هو فلسطين. هذا النوع اذا ترك الله يستر. يستر يقولوا فتح الطريق يعني صار فينا نروح على حلب. يلا يا اخوان اوصلنا للشريعة. خير؟ شو ماله؟ تعبان شو؟ سلامته. شو في عنده؟ سكر. الله يكون بعونه. هيئتك مش من رام الله؟ ايه انا من لبنان. الله يكون بالعون. هينا اهل الاردن. بس اطمئني مش غميق. نحن رح نقطع المي؟ احسن ما نعبر عن جسر الخشب. ليش ما قالوا صلحوه؟ حتى ولو صلحوه ما بدنا نعبر من قدام جيش اليهود، اسلم النا. بس ابوي ما بيشوف، كيف رح نقطعه؟ ما فهمت شو قلتي؟ ابوي ما بيشوف. تفضل يا عم، تفضل، تفضل معي. يابا احنا وين رايحين؟ نحن على نهر الاردن يابا، خطوتين ومنصير بالاردن. يعني اي اخر ارض فلسطين؟ اي اي اخر ارض حارتنا بالعجمي كمان لوين ما بدنا، بس منروح زوار. ايش يعني زوار يما؟ يعني منروح منتفرج وبس. في ناس راحت ووصلت دورها بس ما قدرت تدخل، لقت يهود مسلحين ساكنين فيها حتى انهم ما خلوهم يقربوا من دورهم. ودائرة املاك الغايب مصادرة كل البيوت اللي تركوها اصحابها ومأجرتها كمان. وبيتنا؟
أكيد. يعني ما عاد إلنا وغراضنا وعفشنا. يما العفش صار له 20 سنة، غير إنه قديم بالأصل. بعدين هي وقفت على العفش وصورة أخوك. سلافة احكي في إشي. سلافة احكي في إشي. بدنا ننتقل. لوين؟ لعمان. أبوي بده ينقل شغله لهناك، بيقول السوق واقف كل يوم عن يوم، بصير أصعب والناس ما معها لا تشتري ولا تبيع. أبدا الحكي مش مزبوط، أغلب التجار بعدهم زي ما هم. أبوي هيك بيقول، بده ينقل رأس ماله لعمان. وتتركوا رام الله عطول؟ لا لا، أبوكي جبان، أبوكي خايف وجبان. جبان صباح الخير بابا. صباح الخير يا روح البابا. بابا انت قديش بتحبني؟ اوه يا بابا انت احلى اشي بحياتي كلها. بس انا زعلانة منك. تزعلي من بابا؟ يعني كل رفقاتي بالمدرسة ابهاتهم كانوا يحكوا لهم حكاية هم صغار، الا انت ما بتذكر انك حكيت لي ولا حكاية. حكاية حكاية ايش بدي احكي لك يا بابا؟ كل الحكاية اللي نعرفها اللي عشناها حكاية حزينة تزعل تبكي. عشان هيك يا بابا ما حكيت لك ولا حكاية، لأنه ما بيهون علي أشوف دمعة من عيونك تنزل على خدودك الحلوين يا بابا. لأنك أنتي أمل البابا وفرحة البابا. إن شاء الله إن شاء الله بيصير في عنا حكاية بتفرح، وبحكي لك إياها يا بابا. خليني أتركيني أنا وأبوك شوي. حاسة حالي رح أختني. خلينا نطلع شوي. Thank you.
إشي بدك تحكيه؟ آه مزبوط. ينحكاش بالبيت؟ أنا تقصدت أحكي هون بعيد عن الأولاد. عشان خالد؟ لا، فارس وليلى بدهم يروحوا على يافا، بدهم يروحوا على بيتهم. ضيوف. بدهم يروحوا عليه ضيوف بس. بعدين شو بدهم يعملوا؟ مش رح يقدروا ياخذوا عود كبريت. لو سألوني كنت قلت لهم بلا هالراحة، رح يمقتوا حالهم على الفاضي. بس احنا غير، احنا مش رايحين ناخذ كنباي ولا عود كبريت ولا رايحين نشوف حارتنا ولا بيتنا، احنا رايحين نشوف ابننا. كنت حاسس انه بدك تقولي هيك، كنت حاسس وعارف. طبعا لازم تحس وتعرف، كنت متوقع انه انت تقولي يا صفية هناك في الا ولد ولازم نشوفه، هذا الولد من لحمنا ودمنا مش بيته عفش. كان إلنا ولد، مش ممكن نلاقي، ما بعرف. شغلة بتخوف. بتخاف تشوف ابنك؟ أنا استنيت 20 سنة عشان أرجع لحيفا ولأبني، وراسي مرفوع مش عشان أرجع وأنا مهزوم. مش أنت اللي انهزمت، الدول العربية هي اللي انهزمت. بعدين خلدون شو دخلوا بكل هالقصة؟ أنا ما في إشي بيوطي راسي، أنا لازم أروح على حيفا وأشوف ابني. صفية، انت متوهمة. لا، خلدون لازم يجي يعيش معنا، اذا احنا ما صح لنا نعيش بحيفا هو لازم يعيش هون في رام الله بين اخوته. انت بعدت كتير، بعدت كتير يا صفية. لا يما، انتي ما بتروحي. وليش ما اروح؟ مش حمل هالسفرة يما. ليش هي كم من كيلو كاينة؟ كتير، اكتر ما بتظني. ايش اللي بتحكيه؟ يما، المسألة مش اكم من كيلو، لا، انا بروح، واذا شفت الوضع مناسب باخدك مرة تانية، منيح؟ ليش؟ مثل ما بقولك. مرت عمي، فارس قصده يطمن على الوضع وعلى الطريق، وبعدين بيبقى بياخدك، بيكون الحال اروق. بعدين عشان الأولاد عند مين خليهم؟ عند صفية. الأربعة؟ لا يما. طيب ليلى ليش بتروح؟ مش رايحة مشان بيتكم ولا بيتنا. ولا بدها تزور قبر أمها.
خالد وينه؟ ما بعرف. ما بتعرفي؟ الساعة 10 صارت وما بتعرفي؟ ما قال لي يا سعيد، ما قال لي. طلع من الظهر. شفتي انت يابا؟ بس ما حكى لي اشي. غريب، ما في بالعادة يتأخر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا آسف، بس ما لازم تعرف مطرحنا ولا تعرفني. ما طلبت أعرف. شو مالك؟ خايف؟ لا مش خايف. شو بدنا نديلك؟ أنا اسمي خالد. لا هذا الاسم خليه لإلك، إلك لحالك. مش فاهم. اليوم ورايح اسمك راح يكون ورد. أنا ما بحب الأسماء النامة. بس ورد اسم ناعم؟ كأنك ما بتعرف إيش معناه. إيش معناه؟ بكرة بس تصير مثله تعرف شو معناه. هذا الولد لا بيفكر منيح ولا بيعرف شو الأوضاع. بعد العشرة بالليل، بعد العشرة بالليل أي حدا بتصادفه الدورية الإسرائيلية يا بتطخه يا بتحبسه. والله مش عارفة هذا الولد وين بده يروح. هاي أول مرة وآخر مرة بيعملها، ها؟ ولما بيجي أنا اللي بدي أحقق معاه. وبشو بدك تحقق معاه؟ أنا شاك في شغلة. مثل إيش؟ خليها لما يجي. أنت ما قلت إنه هديك القصص طلعت كلها حكي بحكي؟ هذاك قبل الحرب. صفية، أي إشي بيعمله خالد لازم يكون بعلمي. ما بحب أتفاجأ بشغلة لا على البال ولا على الخاطر. خوفتني يا سعيد. لا تخافي، انت بس انتبهي له ودير بالك عليه. بتعرف هذا السلاح؟ اول مره بشوفه. هذا سلاح اسمه كلاشينكوف، احنا هيك بنسميه، بس هو اسمه الحقيقي كلاشينكوف، على اسم العالم الروسي اللي اخترعه. امسك. بتعرف ترمي؟ جربت مرة على تومسون ألماني. لا هذا إشي تاني، راح تتعلم عليه. وين؟ هون. والصوت؟ لا تخاف، المغرب تكتم الصوت مظبوط. بعدين راح يكون لك تمرين برا بس بدون سلاح، والرماية جوا. شو؟ أنا جاهز. بعرف إنك جاهز. بس روح وبلاقي حل تأخيرتك عن البيت. ورد، أبوك وأمك عايشين؟ آه عايشين. أبوك إيش بيشتغل؟ أستاذ مدرسة. الله معك. تعرف يا فمليح؟ توكل على الله، قمض وفتح إلا أنا موصلك على العجمي. بس احنا بدنا نعمل بالعكس،
بالاول بدنا نروح لطيرة حيفا ربع ساعة زمان وبعدين ليافا. مثل ما بدك، عطيري عطيري. وعلى بلد المحبوب ودي لي سلام. ما في شبر بفلسطين الا وبعرفه، بايام ال 48 كنت بعز شبابي. وبعدك شباب. اي وين الشباب؟ راحت على اللي راحت عليه. كنت مستلم سيارة جديدة واخيل عليها مثل عنتر. واسرح الصبح وما ارجع غير باخر الليل. وما يهمني اشي. انجليز، يهود، اللي بدك اياه. كنت اول العمر واحد. واللي بيوقع من السماء تتلقاه الارض. على هذيك الايام. وبعدين شو صار بالسيارة؟ راحت، انحرقت. حرقوا ليها اولاد السكناج. الاشكيناز. قال لي هو، بس بتعرف؟ لما فكرت بالموضوع ما تأسفت على السيارة كتير. ليش؟ لأنه اللي أحسن من الحديد بكتير راح، دور وحارات وبلاد وبني آدمين راحت. ليش بس ربع ساعة بتطيري؟ شو بدنا أكثر من هيك؟ بتزوري قبل أمك الله يرحمها ومتيسر. امبارح ما حبيت افتح سيارة وقصص قدام امك. ليش يابا؟ شو في؟ مش عارف شو في؟ يابا انا قلت لك وين كنت. قلت لي بس ما اقتنعت. وليش بدي اكذب عليك؟ لانه كل الاولاد بكذبوا على ابهاتهم. احكي لي شوف. شو بدي احكي؟ احكي لك كذبة تانية غير انك كنت سهران مع رفقاتك وما انتبهت للوقت. طيب كنت سهران مع أصحابي وانتبهت للوقت وطنشت مليح. لا مش مليح. وليش طنشت؟ ما انت عارف الطريق بالليل كلها دوريات يهود. الحكي كان بشد. معناته حكي بالسياسة. ليش لازم سياسة؟ لأنه احنا ما بشدنا غير الحكي بالسياسة. مزبوط. حكيتوا على الفدائية صح؟ يابا ايش رأيك بالعمل الفدائي؟ ليش تبسمت؟ هذا سؤال بتسأله لواحد مبحر. شوف يابا، من 48 لليوم كم قرار صدر من الأمم المتحدة عشان فلسطين؟ 4 أو 5. هياتك تسمع أخبار يعني؟ هذا غير القرارات اللي صدرت حول القدس. ومن فترة قريبة ب 14 حزيران برضو صدر قرار. يابا 5 قرارات صدرن ما رجعنا فلسطين 5 زلام ولا حتى زلمة واحد. يعني كانوا اليهود بيقولوا لنا بلوهن واشربوا ميتهن. أنا بعرف يابا أن الأمم المتحدة هي خيار العجزة، أو حتى هي مش خيار، لا هي ولا غيرها. البارودة هي الخيار الوحيد. لعاد ليش بتمنعوا أن أولادكم يحملوا البارودة؟ هيك الأهل دايما بيخافوا أولادهم. هاي سنة الأبوة وسنة الأمومة. ما حلها تتغير؟
شو طلعت بالنتيجة مع خالد؟ وانضم للفدائية؟ مش متأكد. مش متأكد؟ هذا ابنك. شو بقدر أعمل له؟ دايما بتقول شو بقدر أعمل، دايما. وانت دايما بتحمليني مسؤولية أي شيء بيصير بالدنيا وبتفترضي إنه أنا بقدر أمنع أي شيء. طبعا هذا ابنك، مسؤوليتك. إسا امبارح كنت جانن وبتقول بس يجي أنا بعمل وبساوي، ولما أجا خلص نسيت الموضوع مثل ما نسيت هذيك القصة. شوف يا سعيد، إذا صار لخالد إشي أنا بموت، فاهم؟ اللي كاتبه ربنا هو اللي بيصير يا صفية. ابنك شب ومثله مثل أي شب فلسطيني، يعني ما بتقدري تمنعيه عن عمل هو مقتنع فيه وشايفه صح. وانت شو شايفه؟ أنا شايفه برضه صح. ما بيصير يا صفية، إذا أنت بدك تقولي هذا ابني هو شاب والتاني بده يقول ابني شاب وبيخاف عليه، بحياته ما منحرش بر واحد من فلسطين. خلاص وكلي يا ربك، طمني بالك. طمني بالك. قديش قلت لي هالكلمة يا سعيد؟ تتذكر؟ طمني بالك يا صفية، بكرة رح رجع لك خلدون. وين خلدون؟ 20 سنة مروا وما رجعت لي خلدون. وهي لما فتحت طريق حيفا ما بدك تروح وترجعه. ما بدي اروح. ما بدي اروح لانه خايف من الروح، خايف من عواقب الروح، ومش خايف على حالي، خايف عليكي انت يا صفية، خايف تنفجعي. في اب ما بده يروح يشوف ابنه؟ هيو فارس لا له ابن ولا له حدا، وراح على يافا وعارف مشان ايش؟ مشان صورة. وصورة مين؟ اخوه. هذا هو بيتنا، ما تغير فيه إشي. أم رخي. عربي؟ طبعا، ولا شو شايفني؟ هذا بيتك؟ خير، ليش بتسأل؟ بسأل. مش بالضبط، مستأجر. من مين؟ من مين يعني؟ من دائرة أملاك الغايب. خير، في شي يا أخي؟ هذا بيتنا. تفضل، تفضل. أنا آسف يا أخي، ما صرت أقعد في بيت حدا، لكن وقتها لما هديت الأحداث بآخر 49 كنا ندور على بيت أنا وأهلي نسكن فيه. بيتنا كان بالمشي وتهدم، ولما صحنا هذا البيت نستأجر من أملاك الغايب ترددنا كثير. كان واضح إنه بيت لناس عرب منا واضطروا يتركوه، بس فكرنا وقلنا إذا إحنا ما استأجرنا ممكن يعطوه ليهود، صارت وسكننا فيه. هاي الصورة أكيد أخوي، أخوي بدر استشهد على طريق دل الريش يوم 7 نيسان. عشنا 19 سنة كل يوم كنا نطلع فيه نحس إنه بيطلع فينا. حتى أحيانا كنت أسأله أنت مين؟ وين أهلك؟ وين راحوا؟ كيف تركوك؟ بعدين بطلت أسأله السؤال، خلص تعودنا عليه، صار واحد من العيلة، كأنه عايش بيناتنا، عم يأكل ويشرب معنا. بس الفرق إنه هو ما بيكبر،
واحنا كبرنا. 19 سنة هو بعده مثل ما هو. شب بأول عمره. احنا بنطلع ونرجع على البيت هو بيضل محله. هالغرفة. سميناها غرفة بدر. صار واحد منا وفينا. واحد من العيلة. حتى أعز من أي واحد. أمه عايشة، حقك تاخذ الصورة إذا بدك، خلي يرجع لأمه، بس الصورة، ما بقدر أعطيكم إشي من أغراض البيت، لأنه مسجلين علي بعد الأجار. ما قدرت أجيب الصورة معي، ما قدرت. حسيت إنه رابط بدر يضل بغرفته. من حقه يضل هناك ببيته اللي تربى فيه وعاش عمره بالحيطان سنة ورا سنة لحتى استشهد. أكيد حب غرفته وغرفته حبته مثل ما حبيناه إحنا وحبوه الناس اللي سكنوا بالبيت. ما قدرت يما، وحياة الله ما قدرت. بعد ما أخذت الصورة عاودت رجعتها. يما إذا مشتاقة تشوفيها باخدك لهناك وبتشوفيها، بس منخليها محلها. ما قبل ياخذني لحيفه ولو ربع ساعه. ليلى المفروض تنصح حكايتك مع قاسم وقولي الحمد لله هي جوزك بطل يسافر على الكويت. ما بطل عشاني، بطل عشان صارت الحرب. يمكن لو ما صارت كان سافر. الحمد لله هيو بطل وقعد. بعدين فيك تفهميني شغله واحده، انت شو اللي بدك اياه؟ طيب ليلى، فرضا قاسم عايش وشفتيه قدامك، شو بتساوي؟ بطلب منه انه يسامحني. يسامحك؟ على ايش؟ انت شو غلطتي حتى يسامحك او ما يسامحك؟ ليلى، قاسم مات، مات، فاهمه؟ سنين وانت تبعتي مراسيل وما في جواب. قاسم مات، بكفي وهم.
أنا ماني فهمانة، ليش كل هالقد متحامل عليها؟ لأنهم تركوا البلد ونزحوا. وشو دخل سلافة؟ أبوها هو اللي عمل هيك. عادي، ياما ناس انبلت بسبب أهلها. يعني هي انبلت. أوهو، كل واحد بدي أنساها، بدي أشيلها بقى من راسي. مش رح تقدر تنساها. أي روحي عاد، شو فهمك برجال؟ لا فهمتهم، أنت بعدك بتحبها وهي بتحبك. رح أخليك تتذكر وتتندم على كل كلامك. سلافة بعتت لك رسالة. عمو بيت مين هاد؟ بيت بابا. بابا شو اسمه؟ اسمه فارس. طيب ماما؟ ليلى. وبعدين يعني بعد ما اخذته وعطيته لوش الصبح النتيجه لوين وصلتوا؟ بالنتيجه اقتنعت انه قاسم قصه وانتهت. خلاص عاد عيشوا حياتكم. بعد ايش؟ بعد كل هالمقت؟ لكن المهم الامور سلكت يا رجل. تعرف اكبر خطا بترتكبه اذا بتاخذ وحده وبتكون لسه بتحب واحد. المره ما بتنسى بسهوله. بسهوله؟ حتى اقول ما بتنسى بالمرة. يا صفيه كانت تحب قبلك؟ لا بعدي بقصد خلدون مش راضيه تنساه. طيب يا اخي سايرها واخلص من هالقصة. صعب، خايف افتح جرح جديد. يمكن بالعكس، يمكن تسكر هالجرح. جرح عمره 20 سنة صعب يتسكر. وليش لا؟ ممكن تجيبوا الولد ويعيش معاكم، ايش المانع؟ خلدون بضل ابنكم. على كل حال اخر كلام انها بدها تروح تشوفه وبس. ما ظنيت يا فارس، ما ظنيت. خايف تواجهه؟ صدق صفية، الام قلبها دليلها. مش هاي المسألة. شو راح تفيد المواجهة؟ هاي هي المسألة. شو بتقولك؟ مين؟ سلاف. شو بتقولك بالرسالة؟ ولا اشي. كيف ولا اشي؟ ولا اشي. يعني بعتها ورقة بيضة؟ لا فيها حكي. حكي حلو؟ اول مكتوب بس، بعدين حكي سياسي. سلافة بتحكي بالسياسة؟ شايفة؟ الحب والسياسة اختلطوا ببعض والتنين صعبين. ما
مع انه الحب ما في سياسه والسياسه ما فيها حب. يا شو هالفلسفه هاي؟ سلافه بتقول انها شافت فدائي حامل كلاشينكوف ومنزع على كعبه صوره حبيب. ليلى؟ مين الرجال اللي اجى يسال علينا؟ انو رجال؟ اللي حكت عنه فداء. ما بعرف، يمكن واحد جاي يسال على بيت للاجار. بجوز. ماما فداء، الرجال اللي اجى سأل علينا اليوم انتبهتي له منيح؟ كيف شكله؟ وصفي لي. ما بعرف ايش صار فجأة، لما فاتت البنت تناديها حسيت انه مش لازم نلتقي او نحكي مع بعض، سحبت حالي وطلعت بالسيارة. شفتها من بعيد بس هي ما شافتني، ليلى صار عندها كوم ولاد يا سليم، بس هاد ما بيمنح ابدا انك تقابلها وتحكي معها، خفت احرجها او حتى هي تحرجني. ما في اشي بيحرجك ولا في اشي بيحرجها، يمكن ما بتعرف قديش دورت عليك وقديش استنت لحتى قبلت تتجوز واحد تاني غيرك، الله اعلم فيها. وهي كمان ما بتعرف انك قضيت 12 سنة بالحبس من دون ما حدا يدرى فيك، يمكن اعتبرت انك متت مثل ما اعتبروا اهلي طول فترة غيابي بالسجن انا وياك، مش هذا اللي صار مع اهلي. أنا برأيي كان لازم تحكي معاها، واللي صار يا قاسم إشي بشرف، ما في إشي بحرج.